السلام عليكم. أنقذت واحدة فقط، ويعني مش عارف الوقت يتسع أكثر من لا واحدة فقط بس. طبعا هي قدمتني بقصيدة. أنا أول مرة دخلت كلية دار العلوم اضطرب مني أو اضطربت أنا من زميل لي كان يسبقني بعملي، وفي نفس اللحظة دي في أستاذ دكتور كان ماشي بعربيته في الكلية فدخل علينا كده بالعربية، فزميلي ده غضب غضب شديد جدا واعتبر ده انتهاك للحرم الجامعي وانتهاك لحرمتنا كبني آدمين، وقال لي بتنشع، قال لي أهو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي يغلي دم الأحرار في شرياني. أنا انبهرت قلت له مين اللي كتب الأبيات؟ قال لي ده واحد دار عمرو مات وهو صغير في السن، وكان هاشم الرفاعي اللي كان هو ومحمود حسن إسماعيل وبعض الشعراء ومحمد الفيتوري وأمل دنقل كانوا بالنسبة لنا في دار العلوم هم يعني المسر العليا اللي قدامنا. أنا أقول قصيدة واحدة فقط. أنا سعيد طبعا إن أنا أشارك في عقاز الشعر العربي الفصحى، وكنت أتمنى أكثر إن يكون فيه جمهور أكبر من كده، لأن شعر الفصحى يستحق، ولأن في شعراء في مصر بيكتبوا شعر فصحى إيه جميل. أنا أقول قصيدة من ديوان الجديد اللي هو الحفر اليد الواحدة، والقصيدة مهداة للشاعر الكبير محمود درويش. على إيقاع ضحكته يمشي. أتعبت موتك، أتعبت موتك في الحضور وفي الغياب، يا موغلا في وقته، يا خارجا من سربه، الريح عات والغيوم على المشارف، والقصيدة لا تحب العابرين، لا وقت في الأوراق حين تغافل الساعات مشكاة الحنين، من جرب الأصفار فوق مصيره لم تحن قامته الوعود ولم يغيبه القراب، أتعبت موتك في الحضور وفي الغياب، كن أنت يا محمود، كن أنت يا محمود قالتها وغابت في الممر اللولبي، كن أنت يا محمود كن من يومها، من يومها والإثم ساو في مناقير المخافر والمناف والحدود، من يومها والإسم بوصلة المسافر والمقامر والمغامر والطريد، من يومها والإسم باق لا يعود، من يومها وأنا أحط من السراب على السراب، أتعبت موتك في الحضور وفي الغياب، يا أرض يا أحجار يا أمطار يا أشجار يا، هل جاءكم نبأ الفتى المنسي في رحل النبوءة والقصيد، يمشي على إيقاع ضحكته ويسبق ظل طالعه العنيد، لفضاء جبهته انفساح مجرة ولضلة العينين ينفتح الوجود، هو حامل المفتاح، هو حامل المفتاح والأبواب تعرف دقة الأيدي القريبة، هو في الجليل سحابة بيضاء تمطر حين تبتسم الحبيبة، هو دمعة الأعتاب روعها العناق على العناق، هو صوته المكبول من أرواحنا، هو نفخة الميلاد في روع التراب، كم يا ترى، كم يا ترى سيمر كي تتخلق الأسطورة الخضراء في قاع الخراب، كم يا ترى سيمر كي تلد السماء قصيدة في الظهر تنتظر الحراب، أتعبت موتك في الحضور وفي الغياب، أمسافر، أمسافر يا سيدي ولمن ستترك حزنك المزروع في الطرقات والألواح، في ثارك المحنية فوق مدينة الله العجوز صمت السريات العجاب معنى تعثر في الوصول إلى الجراح، أمسافر يا سيدي ولأي ناحية ستذهب يا غريب، والنفط حاصر ما تبقى من نشيدك في العراء، والقاعدون على المنابر لا يحبون الغناء،
والناس بين مطأطئ ومطأطئ للرأس يلعب في الحذاء خبز الكلام على المشارق يا صديقي. فاختر لنفسك فرصة الرقص الأخيرة في الهواء يا موغلا في وقته يا خارجا من سربه. كم حاجز سيمر صوتك بينها، كم قاتل سيمر عمرك دونه. والسيف أصدق في الكتابة والرقاب، أتعبت موتك في الحضور وفي الغياب. شكرا لكم.